قلنا يا جماعه دلوقتي مطلوب معناها ايه؟ لو تتذكر معايا كده قلت لك اف اكس ده بتساوي اي عدد، اي عدد سميه مثلا ايه؟ اي عدد على اكس زائد بي، بي برضه اي عدد يا شباب، زائد ايه كمان؟ سي. العدد اللي فوق ما يهمنا الايه؟ ما يهمنا بشيء. انما ده المجال تحت يا جماعه دوت هجيب منه الايه؟ مجال الداله، مجال الداله يعني ايه برضه؟ يعني قيم اكس اللي الداله عندها معرفه. طيب والسي مهمتها يا شباب هنا مدى الداله، المدى بيجيب منها المدى. واضح كده؟ يعني لو عندي كمثال بقول لك هنا اف اكس هي مثلا تساوي 3 على اكس ناقص 7 زائد 2. اشوف الداله دي يا جماعه معرفه عند ايه؟ مجالها هو ايه يا جماعه؟ ها؟ مجالها انتش عارف تاخد المقام اللي هو اكس ناقص 7 قول له بيساوي 0 وادي 7 على الطرف الثاني باشاره مخالفه هتبقى اكس بتساوي كام؟ بتساوي موجب 7. معنى كده ايه؟ مجال الداله جميع الاعداد الحقيقيه ما عدا مين؟ ما عدا السبعه. ليه يا استاذ؟ لو عوضت المقام بسبعه شوف هتبقى 7 طرح 7 بصفر، والقسم على صفر غير مقبوله رياضيا يا شباب، غير مقبوله المره. يبقى كده المجال عندي لو قال لك هات المجال تقول له ايه؟ المجال هو ار كل الاعداد الحقيقيه ما عدا السبعه. طب بالنسبه للمدى، المدى هيقول لك هنا اهو اشوف السي فين اللي هي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. المدى يا شباب جميع الاعداد الحقيقيه ما عدا مين؟ ما عدا الاثنين. قلنا ده اهي بالنسبه يا جماعه للسبعه تعتبر خط تقارب راسي، اكس بتساوي يا شباب اكس بتساوي تبقى خط تقارب راسي. الواي بتساوي هنا واي بتساوي 2 خط تقارب ايه؟ افقي. واضح؟ شوف كده المسائل يا جماعه، شوف المسائل اللي عندنا في الكتاب. احنا خلصنا الدرس كده يا جماعه على فكره، الدرس كده يعتبر ايه؟ انتهى خلاص. باقي بس نطبق كده بعض المسائل عليه. احنا خدنا امبارح مسائل لحد كام ولا ما خدنا في التمارين؟ ماشي يلا كده. رقم واحد بقول لك هنا يا شباب حدد، بس عايز حد يجاوب معايا يا شباب، عايز الكل يجاوب معايا اليوم ان شاء الله، حتى لو ما انتش عارف جاوب برضه حاول تتكلم. يقول لك هنا حدد قيم اكس لا تتراجع الداله ده هي غير معرفه اللي هي 5 على 4 اكس ناقص 8. يلا يا جماعه مين يعملها يا شباب دي؟ احددها ازاي؟ يلا يا احمد يا هاني عايز اجيب قيم اكس يا جماعه اللي بتخلي الداله غير معرفه، ماذا افعل؟ يلا يا شباب مين هيجاوب معايا؟ بص كده معايا يا شباب، قلنا عشان اجيب المجال او القيم الداله اللي غير معرفه بعمل ايه؟ باخد المقام اللي هو ده اهو 4 اكس ناقص 8 واسويه بالصفر، اقول له كده 4 اكس ناقص 8 ده ايه؟ اسويها بالصفر. بجيب قيم اكس اللي تحل المقدار ده كله يساوي صفر. يعني من الاخر حل المعادله، حل المعادله ده يا جماعه. 8 تروح الطرف الثاني باشاره مخالفه يبقى 4 اكس بتساوي كام؟ موجب 8. تمام كده؟ اقسم الطرفين على 4 باكس هتساوي كام؟ 2. اذا نفهم كده ايه؟ قيم اكس اتجاه الداله غير معرفه هي رقم 2 بس يا جماعه. حط كده عندك 4 ضرب 2 ب 8 طرح 8 اقصد. واضحه؟ واضحه يا احمد يا هاني؟ انت ما تردش عليا، انت بكلمك ما تردش عليا.
يا جماعة اللي اسأله بالله يجاوب، اللي اسأله ده على اسمه يجاوب عشان المشاركات بس. يلا يا شباب. طب اللي بعد كده بيقول لي يا جماعة، مثل كل دالة بما يأتي، مثل كل دالة بما يأتي، ووضح ايه؟ وضح المجال والمدى، وضح مجال ومدى كل منها. 5 على اكس، ازاي يا شباب ارسم دي؟ بيقول لي 5 على اكس، ازاي ارسمها؟ واجيب المجال والمدى. نفتح بس السبوره مش عايز تفتح. اهي يا شباب. اف اكس بتساوي 5 على اكس. طبعا دالة ايه؟ دالة مقلوبة يا شباب. المقلوب اجيب المجال عندي، المجال والمدى قبل اي حاجة. المجال هو ايه يا استاذ؟ قول يا محمد يا سعيد. يلا يا شباب. مجال. المجال عندي اللي هو ايه؟ اكس. ها؟ صح؟ اقدر اقول له اكس لا تساوي كم؟ مباشرة اهي. صفر. 5 صفر. ايه؟ اكس لا تساوي صفر، حط اكس بصفر كده المجال بقى بصفر. المدى بقى المقام عندي بقى بصفر، والمدى تقول له برضه ايه يا شباب؟ اكس طبعا لا تساوي صفر. هنا المدى برضه واي ايه يا شباب؟ لا تساوي صفر. لو قلت له برضه كده ار ما عدا صفر صح. وهنا برضه المدى ار ما عدا صفر. هنا وهنا صح يا جماعه دي. تمام؟ معنى كده ايه؟ ان عند اكس بتساوي صفر خدت تقارب راسي، وعند واي بتساوي صفر خدت تقارب ايه يا شباب؟ افقي. واضح كده؟ قبل ما ارسمها هعمل ايه؟ هعمل جدول صغير كده يا جماعه، جدول نعوض بيه قيم اكس وقيم واي. خلي بالك في النص صفر اهو، هذا الصفر اهو يا شباب، ما هنعور عنه ولا حاجه. واجيب قيم قبله وقيم بعده ونشوف. نجرب كده مثلا بكام؟ سالب 1، سالب 2 مثلا، وقول سالب ايه؟ سالب 5. ها 1 2 5. اخد على يمين الصفر وعلى يسار الصفر يا جماعه، على يمين وعلى يسار خط التقارب الراسي ايا كان. طبعا المساحه دي فاضيه ما نكتب فيها شيء. طيب يلا عوض كده بالايه مثلا يا شباب؟ بالواحد 5 اسمة واحد فيها 5. طب باثنين 5 اسمة اثنين باثنين ونص، باثنين وخمسة من عشرة. 5 على 5 فيها الواحد. نيجي بالسالب يا شباب، سالب 1، 5 اسم السالب 1 بسالب ايه؟ 5. طب 5 اسم السالب 2 بسالب 2 وكام؟ ونص. ها 5 اسم سالب 5 سالب 1. على فكره يا شباب لو بتشوفوا الفيديوهات دي شرح عندكم هتلاحظوا حاجه غريبه جدا. الفصل الثاني ما شاء الله هو اللي بيتكلم، هو اللي بيشرح. الفصل ده ما بيتكلمش خالص. يلا يا جماعه. اهي همثلها زي شباب اهو. قبل اي حاجه عارف خط التقارب اللي عندي، خط التقارب الراسي اللي هو ده اسمه اكس بتساوي صفر اللي هو محور واي. والافقي اهو هو نفسه ده يا شباب اسمه واي بتساوي صفر. مكان كلمه محور اكس لا كل واي بتساوي صفر. حط كده ارقام 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 هكذا يا جماعه. يلا سالب 1 وسالب 5، هذا سالب 1 يا جماعه وسالب 5 تحت. سالب 2 و2 ونص، سالب 2 هنا و2 ونص هنا كده تقريبا. يلا سالب 5 وسالب 1 هنا كده يا شباب. يعني هتيجي الرسمه عامله ازاي؟ جايه كده تقريبا كده 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 قرب من المحور بس ما تنطبق عليه. واللي فوق يا شباب هتلاقي عندك 1 وخمسة، اثنين واثنين ونص، خمسة وسالب ايه؟ خمسة موجب واحد. هتلاقي الرسمة كده كده برضه يا جماعة بتقرب من محور اكس. واضح يا شباب؟ الرسمة سهلة كده اهو. تلاحظ عندك خط التقارب عندك فين؟ خط التقارب اللي هو عندك بالنسبة للرأسي اكس بتساوي ايه؟ صفر اهو. خط التقارب الأفقي اهو يا شباب زي كده. واضح؟ طيب اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ اف اوف اكس بتساوي 2 على اكس زائد 3.
نفس الكلام بالظبط يا جماعه، اف اكس بتساوي 2 على اكس، هكتبها كده مع بعض، اف اكس بتساوي 2 على اكس زائد كام؟ 3. يلا يا شباب، عايز حد يجيب لي المجال. المجال يا شباب بيساوي ايه؟ اكس اكس زائد 3 بيساوي 3. هقول له اكس زائد 3 بتساوي كام؟ المجال اكس لا تساوي سالب 3. صح يا محمد. هي فيصل ايه؟ كل الاعداد ما عدا اللي يخلي المقام بسيط. يبقى كده اكس بتساوي 3 صح. طب والمدى يا جماعه؟ المدى اللي هو مين؟ واي لا تساوي كام؟ صفر. صح؟ ليه كده؟ ما فيش هنا زائد او ناقص حاجه بره، ما في اي شيء بره يا جماعه. بقول له المدى بيساوي واي لا تساوي صفر. كده عندي خط تقارب راسي عند سالب 3، اكس بتساوي 3، وخط تقارب افقي عند واي اللي هو محور اكس نفسه. تمام؟ هنرسم يا جماعه اهو الداله على ما على يمين وعلى يسار سالب 3، اخد ارقام. اعمل جدول كده صغير اهو، جدول. خلي في النص كده يا شباب سالب 3. وما هنحسبها ليه؟ الداله غير معرفه عندها اصلا. يعني مستحيل يطلع قيمه هنا يا شباب، مستحيل يطلع لي قيمه هنا. لو حطينا اكس بتساوي 3 هيطلع 2 اسم الصفر. ملهاش معنى. غير معرفه. واجيب ارقام قبلها وارقام بعدها. ناخد مثلا قبلها كام؟ سالب 3 اهي. اقول له هنا مثلا وتكن سالب 4 سالب 5 سالب 6. وبعدها اقول له كام؟ سالب 2 سالب 1 0. مثلا يا جماعه زي كده اهو. جرب كده يا شباب. يلا. مثلا قال لك سالب 4. حط اكس بسالب 4 كده يا شباب. ها؟ يبقى سالب 4 زائد 3 بسالب 1. 2 اسمه سالب 1 بيدينا ايه؟ سالب 2. طيب نشوف اللي بعدها سالب 5. سالب 5 في المقام تحت يا جماعه هنا. سالب 5 زائد 3 بسالب 2. سالب 2. يبقى 2 اسمه سالب 2. سالب ايه؟ سالب 1. شوف السته كده. سالب 6 زائد 3 بسالب 3. سالب 3. ايوه 2 على 3 يعني كام؟ ثلثين. ثلثين او تقول له سالب 6 من 10 نفس الكلام صح. لو واحد عملها كده برضه 2 على 3 يا جماعه صح. مش اي مشكله ثلثين. طيب سالب 2 بقى يا شباب. سالب 2 سالب 2 زائد 3 بموجب 1. 2 على اسمه 1 بدينا 2. طب سالب 1. سالب 1 زائد 3 ب 2 يبقى 2 اسمه 2 1. لو هتغلط خلاص تعمل الحاسبه بس هي سهله مش مستاهله يعني. صفر يا شباب اكسب صفر. يبقى 2 اسمه 3 بثلثين. هي نفسها 6 من 10 او هكتبها مره كده ثلثين عادي ولا اي مشكله. واروح راسم يا جماعه اهو. ارسم احداثياتي. اكبر قيمه عندك في الاكس اللي هي حد سالب 6. يبقى 1 2 3 4 5 6. ايوه يا جماعه دي اللي هي سالب 6 يا جماعه. سالب 3 سالب 2 سالب 1. في الموجب مش محتاج فيه حاجه في الاكس خالص. في الواي محتاج لحد 1 2. وتحت سالب واي محتاج لحد برضه سالب 2. 1 سالب 2 يا جماعه. يلا حط كده ارقام ونشوف نقاط. صفر وثلثين. صفر وثلثين يا جماعه. صفر اهو من الاكس ثلثين من الواي. يعني لو قسمت الجزء هنا ثلاث اجزاء هذا جزء 2 يبقى ثلثين هنا يا جماعه. هنا كده ثلثين قسمته ثلاث اجزاء. سالب 1 و1 هذا سالب 1 من الاكس و1 من الايه؟ من الواي زي كده يا جماعه. خلي بالك انا المفروض اعمل قبل ده كله اعمل ايه يا شباب؟ ارسم خط التقارب الافقي والراسي. المفروض ارسم الاول الافقي قلنا اللي هو مين؟ واي بتساوي صفر اللي هو نفسه ده. ده يا جماعه. والراسي اللي هو مين؟ اكس بتساوي سالب 3 اللي هو ده يا جماعه. اللي هو ده. خد بالك؟ ده الراسي اللي هو اكس بتساوي سالب 3. لازم ارسمه الاول عشان اعرف اشتغل صح. طيب النقطه اللي بعدها يا شباب سالب 2. سالب 2 و2. سالب 2 اهي و2 فوق اهي يا جماعه. تبقى الرسمه ماشيه عامله ازاي؟
شوف كده اهي، كملها انت بس كملها. تخليها تقرب من محور، من هنا من محور اكس بس ما تنطبق عليه، وتقرب برضه من اكس بيساوي 3 اهي يا شباب بس ما تنطبق عليه. طب والطرف الثاني، يلا سالب 4 سالب 2، هذا سالب 4 سالب 2 تحت، سالب 5 سالب 1، سالب 5 مع سالب 1، سالب 6 وسالب ثلثين، سالب 6 يا جماعه وثلثين تقريبا هتبقى هنا كده، وتوصل كده يا شباب تقرب برضه. واضحه يا جماعه الرسمه؟ طلعت لنا شويه لفوق. واضحه يا جماعه الشغل سهل ولا صعب؟ ها شغل متوسط ده كله، هتشوف متوسط بس هي عداله تربيعيه والداله الايه الخطيه. تمام؟ طيب شوف كده عداله ثاني، بيقول هنا ايه رسمه يا جماعه ايه رسومات؟ بيقول لك هنا حدد خطوط التقارب والمجال والمدى، حدد خطوط التقارب والمجال والايه يا شباب؟ والمدى. ماشي يا شباب يلا كده معايا. اول حاجه شوف الخط ده اهو، الافقي مثلا عندي يا جماعه، الافقي هو الخط ده اهو، ده كده يا شباب، ده كده اللي هو مين؟ شوف هنا كده الصفر صفر واي، وهنا 4 اللي هو نفس واي بتساوي كام؟ واي بتساوي كام يا فيصل؟ ها صفر، واي بتساوي صفر يا شباب. كل شرط عندك باثنين، تلاحظ كده شوف صفر اهي، هنا اثنين بعدها اربعه وهكذا يا جماعه. حتى لو مش متاكد شوف الرسمه الكتابه نفسها اهي، الداله يا جماعه، يا جماعه الداله عباره عن ايه؟ يقول لك اربعه على اكس ناقص واحد، ما فيش هنا حاجه خالص، يعني خلف التقارب الافقي بصفر، واي بتساوي صفر. طب والراس يا شباب؟ عند واي بتساوي كام؟ من هنا واي بتساوي ايه يا جماعه؟ موجب واحد، موجب واحد، موجب واحد يا شباب، موجب واحد. تمام؟ بقول له هنا ايه؟ المجال ار ما عدا ها موجب واحد، والمدى ار برضه ما عدا مين؟ الصفر. خط التقارب الافقي هنا اللي هو ايه يا شباب؟ واي بتساوي صفر اهو، ده افقي. الرأسي واي بتساوي موجب اكس، قصدي معلش اسف، اكس بتساوي موجب واحد، ده ايه؟ رأسي. طب الرسمه الثانيه تكون واضحه احسن من كده، الرسمه الثانيه. اقدر اجيبها من الرسم واقدر اجيبها منين؟ الداله نفسها يا شباب، من الداله دي. شوف كده عندك اهو متقسمه ازاي؟ صفر، اثنين، اربعه، سته، ثمانيه، وهكذا يا شباب. يبقى عندي كده خط التقارب رأسي عند اكس بتساوي كام؟ اعكس الاشاره. ها عندك اكس زائد اثنين، لو قلت اكس زائد سالب اثنين، ايوه سالب 2 يا فيصل، دي تروح تسلم اشاره مخالفه، فاكس بتساوي سالب كام؟ سالب 2 اللي هو الخط الراسي اللي هو ده يا شباب، في النص بين الصفر والاربعه بالظبط، بين الصفر والاربعه يا جماعه، بس انا الرسمه كانت بالغلط شويه زياده يعني صح. طب والافقي يا شباب؟ الافقي شوف هنا مكتوب ايه؟ واحد اهو، واي بتساوي واحد، فعلا عن الرسمه اهي يا جماعه الرسمه حتى لو ما هي واضحه حتى من الايه؟ الدنيا نفسها اهو. يبقى اقول له هنا ايه يا شباب؟ خط تقارب عندك اثنين راسي عند اكس بتساوي سالب 2 زي ما قال فيصل، والافقي واي بتساوي كام يا شباب؟ واحد. تمام؟ طيب بالنسبه للمجال والمدى، المجال كل ار ما عدا الرقم ده، يبقى المجال ار ما عدا سالب 2، والمدى كل ما عدا دي يا شباب ار ما عدا مين؟ موجب واحد. واضحه يا جماعه كده؟ ده المطلوب منك بس، هيجي لك في الاختبار رسمه زي كده، رسمه يا جماعه مكتوب عليها برضه الداله زي كده يا جماعه، ويقول لك مثلا ايه المجال والمدى، هو ايه على الترتيب؟ على الترتيب المجال الاول والمدى الثاني واختيارات. واضح؟ ماشي. بعدها بقول يا جماعه اهو، حدد قيم اكس التي تجعل الداله غير معرفه. انا عايز الكل يجاوب معايا يا جماعه بالله عليك، الموضوع ما هوش صعب، عايز الكل يجاوب
حدد قيم اكس هتترجع على ايه يا شباب؟ الداله غير معرفه. اول واحده بتقول لي 5 على 2 اكس. يلا يا شباب انا كل مش عايز انده بالاسماء من الدفتر يا جماعه، بدي لكم من نفسكم يعني. لحد الان فيصل الحرب اللي جاوب معايا محمد سعيد بس، فين الناس؟ فين مهند حريري ومهند احمد؟ فين؟ فين قصي؟ فين الناس دي كلها يا شباب؟ فين انس؟ يلا يا جماعه الاسماء كلها في ذهني، وعارف ان اللي جاوب واللي ما جاوب واللي شارك واللي ما شارك. يلا اول واحده يا جماعه دي، ايه اللي يخلي المقام بصفر؟ لو اكس بقت بكام؟ اكس ها كم يا محمد؟ حط اكس كده بكام؟ شوف اكس بكام عندي. لو قلنا كده اهو 2 اكس بتساوي صفر، اقسم الطرفين على 2 يبقى اكس هتساوي كام على طول؟ واضحه يا جماعه مباشره اهي، الموضوع مش صعب. باخد المقام واقول له ايه؟ يساوي صفر، واجيب قيمه اكس. يبقى هي اكس دي عندها الداله غير معرفه. واضح؟ طب الثانيه يا جماعه، يلا الثانيه اهي. ها؟ 7 يساوي صفر. اكس بتساوي كام يا عمر؟ صوت عندك مش حلو، علي صوتك. صفر صفر يا سام. اكس بتساوي صفر، حط اكس بصفر كده يبقى صفر ناقص 7 هيساوي سالب 7. انا عايزه يساوي صفر، عايز المقام نفسه هو اللي يساوي صفر يا جماعه مش الاكس. اكس يساوي 7. 7 موجب صح؟ اهي يا شباب شوف كده، يبقى 7 ناقص 7 هيدينا صفر فعلا بصفر. اللي يخلي المقام بصفر، افهم يا جماعه الفرق بينهم. انا مش عايز قيمه اكس تساوي صفر، لا، ايه القيم لاكس اللي تخلي المقام كله يساوي صفر؟ احط اكس بكام عشان يديها لك المجال المقام يكون بصفر؟ هتعمل ايه؟ هاخد المقام اللي هو اكس ناقص 7 واقول له يساوي صفر، وادي 7 على الطرف الثاني بالاشاره مخالفه باكس بتساوي موجب 7. واضح؟ يبقى الداله دي عندها غير معرفه. عند كام؟ عند قيمه ايه يا شباب؟ عند موجب 7. طيب اللي بعدها يا شباب، اللي بعدها بقول لك هنا ايه؟ 4 3 اكس 9. يلا مين هيجاوب؟ يلا يا شباب. قول يا فندم. تمام، اقول له 3 اكس ها زائد 9 كله يساوي كام؟ يساوي صفر. وحلها معادله عادي جدا براحه، واحده واحده يا جماعه. يلا 9 تروح صح الطرف الثاني باشاره مخالفه، تبقى 3 اكس تساوي سالب. اخر خطوه اقسم الطرفين على 3 صح؟ يبقى اكس بتساوي كام؟ ها سالب كام يا شباب؟ معنى كده ايه؟ لو حطينا قيمه اكس بسالب 3 المقام هيبقى بصفر. واضح يا شباب؟ نجرب كده، 3 ضرب سالب 3 هنا، 3 اهي ضرب سالب 3 زائد 9 هيديني في الاخر ايه؟ سالب 9 زائد 9 بصفر في الاخر. يبقى لو حطينا يا شباب اكس بسالب 3 المقام هيبقى بصفر. معنى كده ايه برضه؟ ان الداله عندها غير معرفه. افهم من كده ان الداله غير معرفه لما اكس بتساوي سالب 3. ماشي يا شباب؟ المشاركين كده زادوا 2، عايزين نزود كمان اكثر من كده يا شباب. يلا شارك. ايه طبعا ده كده يا جماعه خلاص اهي. الرسم ده طبعا رسم سهله صح؟ الرسم سهل، تعود ترسم وخلاص. الرسم بالنسبه لك سهل. انا يهمني المسائل اللي بعدها الرسم ده يا جماعه. يلا يا شباب، بقول لي هنا ايه يا جماعه؟ بلاش ده. حدد حدود التقارب برضه يا شباب. ساعات الرسمه ما تكونش واضحه يا جماعه، على فكره الرسمه ممكن ما تكونش واضحه، بس عادي انا بدل الرسم معايا ايه؟ معايا الداله نفسها اهي مكتوبه اهي يا جماعه، مرسومه الداله اهي مكتوبه. ماشي؟ اقدر اجيب منها كل حاجه. ما عرفت حسم الرسم مره واحده وخلاص. الداله يا جماعه انا خدت تقارب راسي عند مين؟ الخط ده اهو يا جماعه الراسي اهو. بتقرب منه، قيمته كام يا شباب؟ قيمته كام؟ ها؟ عند اكس بتساوي كام؟ من الرسمه شوف صفر سالب 4 سالب 4 ايوه سالب 4 صح كده. يبقى خدت التقارب هنا يا شباب الافقي
اكس بتساوي سالب 4. ممتاز يا فيصل ما شاء الله، بارك الله فيك يا فيصل. يلا يا شباب يلا اللي بعده. الراس يا جماعه فين الراسي؟ اهو اهو شايفينه؟ ها الراسي عندي مين؟ واي بتساوي كام؟ صفر. واي بتساوي صفر، صح يا مهندس ما شاء الله. كده زدنا بقى خمسه مشاركين، صح يا جماعه كده اهو. ولو قال لي المجال، المجال يا جماعه اقول له كل الار ما عدا سالب 4، ان يعني سالب 4 دي اللغه المعرفه الاكس، خلاص. يبقى المجال عندي، المجال اقول له ار ما عدا سالب 4. طب والمدى؟ كل الار برضه ما عدا مين يا شباب؟ ما عدا الصفر. ما عدا الصفر، ما عدا الصفر، زي كده يا جماعه. تمام كده يا جماعه ما شاء الله عليكم، المشاركه حلوه بتشجع. طيب رقم 17 يا جماعه اللي بعد، اللي بعدها يا جماعه. ها هجيب برضه من الرسمة اهو، خط التكعرب راسي اهو. ده عندي كام يا شباب؟ عندي مين؟ خلي بالك هي في الرسمة مش جاية بالظبط في الرسمة، بس هي واضحة ان هي عندي مين؟ عند الصفر اهي. هنا صفر؟ صفر. سالب 2 سالب 4، واضحة ان هي عند الصفر. يبقى اقول له كده يا شباب ده اسمه اكس بتساوي صفر. طب والافقي؟ خدت الافق يا جماعه عند مين؟ الافق المفروض ان هو بينهم كده اهو، بينهم بين 2 و4. مش هي كلها يا جماعه ثلاثة ثلاثة. كل واحده ب 2 شرطه ب 2، يبقى عند سالب ايه؟ طيب سالب 3. دي من الرسمه، حبيت تجيب من المساله عادي اهي. فعلا يا جماعه نشوف هنا سالب 3 اهي. سالب ده المجال المدى، واكس بس لوحدها تحت. يبقى اقول له ان هو المجال ار ما عدا عند اكس بيساوي كام يا جماعه؟ صفر. والمدى، المدى ار ما عدا مين؟ سالب 3. ده اللي عندي يا جماعه. سهل يا شباب الكلام ده، سهل الدرس، موضوع سهل. هيجي في الاختبار زي ما قلت لك، هو الدرس ده يجي لك ازاي في الاختبار؟ يجي منه اكتر من حاجه من السؤال، اكتر من شكل السؤال. اول صوره للسؤال يا جماعه يجيب لك رسمه او معادله، رسمه او معادله، معادله زي دي عادي جدا اهي. يقول لك مثلا فيها ايه؟ اوجد قيم اكس لا تتراجع على الداله غير معرفه، الداله عندها غير معرفه، ودي خيارات. ادي اول واحده. ثاني حاجه ممكن يقول لك يا شباب مدى الداله لو كام؟ المدى اكس لا تساوي مثلا 8، اكس لا تساوي 7، اكس لا تساوي 3، او ار فرق 8، ار فرق 3، ار فرق 7، ولخبطه. نفس الشيء بالنسبه للمجال. مجال الداله دي ايه؟ مجالها مثلا تقول له يا شباب هل هي ار فرق 7 ولا ار فرق 3، ار فرق 8، ار فرق 2، زي كده يا شباب. تمام، دي صوره. الصوره الثانيه تيجي ازاي؟ تيجي رسمه زي كده، رسمه بطلب نفس الكلام بالظبط. الحاجات دي بس يعني، الدرس كله ملخصه يا شباب، ملخص الدرس كله بطلب ثلاث حاجات دي: مجال ومدى خط التكعرب. يقول لك مثلا خط التكعرب الراس هنا كام، الافق هنا كام. بس سهل يا جماعه الدرس ولا صعب؟ سهل يا شباب. اللي شايف ان هو صعب يقول. نجيب كده يا جماعه تدريب على اختبار، عشان ده قلت اهم سؤال في الدرس. تدريب على اختبار يا جماعه، شوف كده بيقول لك ايه. يلا. سوى هنا ما هو واضح قد كده. نصغر شويه. اه يا شباب ماشي يلا. يقول لك هنا يا شباب ما مجال الداله الاتيه 8 على اكس زائد 3. رقم ايه؟ بيقول لك مجموع الالات الحقيقيه اللي هي ار كلها الار، ولا مجموع الالات الحقيقيه الموجبه اللي هي ار موجب بس، ولا الحقيقيه ما عدا 3 يعني ار فرق 3، ولا الحقيقيه ما عدا سالب 3 ار فرق سالب 3. مين الصح يا شباب فيه؟ مين الصح؟ ها المجال عندك مين؟ اللي يخلي المقام بإكس كام؟ يا أستاذ مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا سالب 3. ممتاز يا مهندس ما شاء الله عليك، ممتاز. لو أنا مش عارف أعمل إيه؟ أجرب. حط إكس مثلا كده. حط إكس فيها 3 كده يا جماعة أهو. 3 زائد 3 ب 6، ما هو صفر. لو حطينا إكس بقى بسالب 3
يبقى زائد 3 هيدينا صفر في الحاله دي. يبقى اختار الاخيره يا جماعه، ده الاخيره. طبعا ده سؤال ايه يا شباب؟ سؤال اختبار ماشي. طب اللي جنبه بيقول لك ايه؟ ما قيمه العباره اكس زائد واي مضروب في اكس زائد واي برضه اذا كان اكس واي بيساوي سالب 3 واكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي كام يا شباب؟ بتساوي 10. هعمل ايه هنا يا شباب؟ السؤال ده نعمل ايه؟ حد عارف؟ يلا يا جماعه سؤال جميل ومهم. 29 في عندك قوسين اهم اترموا في بعض، ديهم اصله يا جماعه اهو، مش اكس زائد واي. اكس زائد واي معناها اكس تربيع اكس زائد واي الكل تربيع صح؟ يعني قوس مكرر بيقول لك مثلا 5 ضرب 5 هي نفسها 5 تربيع. طب قوس بنفسه يبقى القوس تربيع صح؟ ونفك القوس ده يا شباب هيساوي ايه القوس ده لما نفكه؟ ربع الاول يبقى اكس تربيع زائد 2 في الاول في الثاني زائد الثاني تربيع. ونعوض بس يا جماعه، نعوض يلا. اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي كام؟ قال لي بيساوي 10، اقول له بيساوي كام؟ 10 زائد الاكس واي بس بكام يا شباب؟ بسالب 3. اكس واي بكام؟ بسالب 3. بس انا عندي 2 اكس واي يبقى 2 مضروبه في سالب 3 تمام كده؟ يبقى 10 زي ما هي. 2 في 3 بكام؟ 6. يبقى عندك سالب 6. 10 ناقص 6 بتساوي 4. 4 الحل الصح يا جماعه 4. وده برضه زي ما قلت لكم سؤال ايه يا شباب؟ سؤال اختبارات. واضح؟ نركز في الدرس عندنا انا بشرحه. والسؤال ده لو انا ما حليته في الدرس يبقى برضه مهم، ذاكره برضه حتى لو انا ما قلته. تمام يا جماعه؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ حد عنده استفسار؟ لا يا استاذ يعطيك العافيه. الله يعافيك يا شباب، يلا سلام يا شباب، سلام. بعت الله.